تمام يا شباب، السلام عليكم. بص بقى كده، ان احنا دلوقتي عايزين نشوف باقي الخواص. باقي الخواص بتاعتي هتبقى ايه؟ باقي الخواص بتاعتي هناخد حاجة اسمها الكونفوليوشن بروبرتي. الكونفوليوشن تمام. وعندي عشان اعمل عملية الكونفوليوشن كنا بنعمل حوارات، واللي كنا بنقول ايه للتايم، للديسكريت تايم. لا، انا دلوقتي عايز الكونفوليوشن عموما، فانا هعمله ازاي؟ قال لي لو انا عندي الجي اوف واحد اوف تي، الفورير ترانسفورم بتاعها جي واحد اوف اوميجا، ولو عندي الجي اتنين اوف تي، فورير ترانسفورم بتاعها جي اتنين اوف اوميجا. هتقول لي ما الكلام ده انا عارفه، ايه اللي هيجرى بقى دلوقتي؟ هاجي اعمل، لو انا هعمل تايم كونفوليوشن يبقى هعمل ايه؟ تايم كونفوليوشن. لما هعمل تايم كونفوليوشن علامتها ايه؟ ان انا بعمل كونفوليوشن ما بين تو سيجنال. هتقول لي ده دي مش ديسكريت، ده دي في التايم العادي اللي هو الكونتينوس تايم. اقول لك اه، ايه المشكله؟ ما هي كانت صعبه لما انا بعملها في التكامل والكلام زي كده، عشان كده ايه انا قلت لك ناخرها او ما ندهاش دلوقتي. لكن في حاله التايم بقى، في حاله لما انا خدت الفورير ترانسفورم، لا هنقولها وطريقتها سهله. ازاي؟ ان انت لو بتعمل كونفوليوشن في التايم، فهيبقى الناتج بتاعك ضرب في الفريكوانسي. يعني ايه ضرب؟ يعني ايه ضرب في الفريكوانسي؟ يعني اكنك بتجيب الفورير ترانسفورم بتاع السيجنال الاولانيه، الفورير ترانسفورم بتاع السيجنال الثانيه، تضربهم في بعض. الكونفوليوشن مش ضرب، الكونفوليوشن بتعمل عمليه التكامل واللي. لكن انا دلوقتي بقول لو انا عايز اعمل كونفوليوشن ما بين تو سيجنال، فهعمل ايه؟ بروح عامل ايه؟ محول الفورير ترانسفورم الاولانيه، الفورير ترانسفورم الثانيه، واضربهم في بعض. طب بعد ما اضربهم اعمل ايه؟ اروح مرجعهم تاني للتايم، يبقى هو ده ناتج الكونفوليوشن. شفت بقى الفورير ترانسفورم عامل معايا ايه؟ طيب، طب ده كده كان بالنسبه للتايم كونفوليوشن. طب الفريكوانسي كونفوليوشن بقى، الفريكوانسي كونفوليوشن هيبقى العكس. يعني ايه العكس؟ يعني انا دلوقتي الكونفوليوشن في الفريكوانسي هيبقى ضرب فين؟ ضرب في التايم. يعني لو انت جيت دلوقتي تقول لي الناتج بتاع الكونفوليوشن بتاع ده هيبقى ايه، هتلاقي ان انا هعمل كونفوليوشن في الفريكوانسي، فهتبقى السيجنال جي اوف اوميجا كونفوليوشن مع مين؟ كونفوليوشن مع جي 2 اوف اوميجا. يبقى الكونفوليوشن في الفريكوانسي يبقى ضرب في التايم، والضرب في الكونفوليوشن في التايم يبقى ضرب في الفريكوانسي. وطبعا ده هيبان معاك فين؟ بالاكزامبلز. قاعده برضو جديده او مهمه اللي هي بتاعت التايم ديفرنشيشن والتايم انتجريشن. يبقى القاعده اللي احنا هناخدها بعد كده اللي هي تايم ديفرنشيشن، اللي هو التفاضل، وتايم ديفرنشيشن وتايم انتجريشن. هيجرى بقى عندي لو انا دلوقتي هعمل تايم ديفرنشيشن، ان انا عندي سيجنال بتاعتي متفضله في التايم. طيب بالنسبه بقى للفورير ترانسفورم بتاعها، يعني انا عندي السيجنال دي اصلا ناتجه من ايه؟ ناتجه من تفاضل. الفورير ترانسفورم بتاع السيجنال اللي متفضله دي هيبقى شكله عامل ازاي؟ قال لك يبقى جي اوميجا جي اوف اوميجا. واحد هيجي يقول لي طب يا دكتور دلوقتي ده كده التفاضل بتاع ايه؟ تفاضل درجه اولى. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بفاضل مره واحده. طب افترض ان انا عندي التفاضل الثاني والثالث والرابع، هيبقى شكله عامل ازاي؟ يبقى انا عايز كده جنرال لو. طب الجنرال بتاعي يبقى ايه؟ ان التفاضل ان لديجري ان، يعني انت الدرجه الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه، هيبقى عباره عن ايه؟ قال لك يبقى الفورير ترانسفورم بتاعه يبقى عباره عن جي اوميجا ان جي اوف اوميجا. يبقى معنى كده دي ايه؟ ده الاوردر بتاع التفاضل. انت هتفاضل ايه؟ هتفاضل لي كام مره. طيب ده كده كام بالنسبه للتايم ديفرنشيشن. طيب التايم انتجريشن شكله هيبقى عامل ازاي؟ يبقى انا دلوقتي عاوز اتكلم على التايم انتجريشن ولا يهمك. طيب التايم انتجريشن عبارة عن ايه؟ لو انا بكامل من الناقص ما لا نهاية للتي، لمين؟ لسيجنال اسمها جي اوف تاو بالنسبة للتاو، هيبقى الناتج بتاعك عبارة عن ايه؟ قال لك دلوقتي يبقى جي اوف اوميجا، طبعا ده الفورير ترانسفورم بتاع السيجنال الاساسية، على جي اوف اوميجا زائد باي في جي اوف زيرو. ايه جي اوف زيرو؟ يعني سيادتك بعد ما طلعت دي، يبقى سيادتك بعد ما طلعت دي كده
تيجي تعوض بالزيرو هنا، هيبقى هو ده الجي اوف زيرو اللي قصدي عليه في دلتا اوف ايه؟ في دلتا اوف اوميجا. دي كده القانون ايه؟ القانون بتاع ان انا لو عندي سيجنال متكامله في التايم احصل على الفورير ترانسفورم بتاعها ازاي. وطبعا بقول لك القواعد دي موجوده فين؟ موجوده في الجدول بتاع الجدول بتاع ايه؟ الجدول بتاع البروبرتي او بنسميه فورير ترانسفورم اوبريشن، ده كله هتلاقيه في بيج 101. طب احنا عايزين بقى دلوقتي ناخد مساله حلوه، والمساله دي اكزامبل حلو موجود فين؟ موجود في الكتاب. الاكزامبل ده هنكتبه اللي هو ايه؟ هتلاقيه اكزامبل 3 15 بيج 100. يبقى دلوقتي احنا هنحل اللي هو اكزامبل 3 15 بيج 100 وهنشوف هنعمل فيه ايه. قبل ما هنحل الاكزامبل الحلو ده، وعشان ما ادخلكش بقى في الغميق مره واحده وتقول لي يا لوست يا دهوتي والكلام ده كله، لا يا باشا، انا هعمل لك ايه؟ هتروح للشيت اللي ايه؟ الشيت اللي هو شيت 4، وهنعمل ان انا هحل لك البروبلم رقم 7. هنحل البروبلم رقم 7 في ايه؟ في شيت رقم 4. طيب ايه اللي هيجرى بقى يا باشا؟ في شيت رقم 4 الراجل عايز يثبت ايه؟ عايز يجيب لي، عاوز يثبت ان الريكت بتاع تي ناقص 5 الفورير ترانسفورم بتاعها هو السينك، هو السينك اوميجا على 2 اي اس سالب جي اوميجا 5 باستخدام البروبرتي، يعني باستخدام القواعد. يبقى انا دلوقتي اكن ده الجيفن بالنسبه لي وعاوز اجيب ده منه. طب هتعمل ايه؟ هتيجي تقول لي يا دكتور انا عارف منك حاجه، ايه هي؟ هروح لجدول البروبرتيز. يبقى انت دلوقتي ده ايه؟ معلوم. معلوم ايه؟ معلوم عندك ان الريكت تي على تاو الفورير ترانسفورم ده ايه؟ ده كده السوليوشن بتاع ان التي على تاو بتساوي كام؟ بتساوي التاو في سينك اوميجا تاو على الاثنين. حلو قوي. طب دلوقتي انا بالنسبه للسيجنال دي هل في حاجه تحت التي؟ يعني انت كنت بتقول لي تي على تاو، هل التي هنا تحتها حاجه؟ هتقول لي لا. يبقى معنى كده ان التاو بالنسبه للمساله دي حكايتها ايه؟ هتقول لي معنى كده ان في المساله دي التاو كده بواحد، ما انت بتقول لي تي على تاو، انا هنا عندي حصل لها ايه؟ انا سامع واحد بيقول لي ده حصل لها تايم شيفت يا دكتور، ده شيفت، لكن التي مش مقسومه على حاجه، فالتي مش مقسومه على حاجه يعني اكنها مقسومه على كام؟ مقسومه على واحد، يبقى اكن دي مقسومه على كام؟ على واحد، يعني اكن التاو بتاعتي بكام؟ بواحد. طب ما تيجي نعوض كده، خلي بالك انا كده ايه؟ هستخدم اتنين بروبرتي ولا بروبرتي واحده؟ اي اول بروبرتي اهي. اول حاجه هتشيل، انت التاو بتقول لي ايه؟ ان التاو كده بواحد، يبقى هتشيل التاو من هنا تحطها بواحد وتشيل التاو من هنا هتقول لي بواحد. خلي بالك اللي عندك ده دلوقتي ده كده هو مين؟ دي كده السيجنال بتاعتي اللي هي الجي اوف تي، ودي كده الجي اوف اوميجا. حلو، يبقى معنى كده ان الريكت نعوض بقى التي هتبقى الفورير ترانسفورم بتاعها عباره عن ايه؟ هتقول لي يبقى عباره عن السينك بعد ما شلت التاو وحطيت مكانها واحد واوميجا على اتنين. بس يا دكتور دي دلوقتي مش تي، انا عايز دلوقتي شكل السيجنال تي ناقص 5. طب ما انت خدت بروبرتي اسمها ايه؟ اسمها التايم شيفت. طيب انا دلوقتي عشان اعمل باستخدام التايم شيفت بروبرتي، ما انت بدانك اتحركت من التي يبقى ده تايم شيفت، عشان واحد ما يقوليش ايه انت ازاي عرفت ان انت هي تايم شيفت؟ اما انت خدت بقى الكلام ده في اول السنه، ده انت كده يبقى انت ايه؟ يبقى انت تستاهل الميد تيرم اللي هعمله لك الايه؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله، فجهز نفسك. فانت عندك تروح جايب لي القاعده، يعني برضو تروح كاتب لي القاعده بالرغم ان هي موجوده معايا، لا تكتبها لي عشان اعرف انت استخدمت ايه وانت بتعوض. مش دي القاعده بتاعتك؟ هي دي. كل اللي انت هتعمله انت عملت تايم شيفت بمقدار قد ايه؟ هتقول لي التي هي التي، الناقص هي الناقص، تي نود هتبقى بكام؟ هتقول لي اذا التي نود بتساوي 5، يبقى نشيل التي نود ونحط مكانها كام؟ 5. يعني معنى كده يبقى الريكت تي ناقص 5 الفورير ترانسفورم بتاعها يبقى ايه؟ هتبتدي من هنا ولا تبتدي من هنا؟ لا ده بتبتدي من حيث انتهى الاخرون. يبقى معنى كده هتيجي تقول لي ايه؟ يبقى ننزل دي الاول يا دكتور، ما هو بيقول لك ايه؟ حط لي الجي اوف اوميجا. طب الجي اوف اوميجا بتاعتك عباره عن ايه؟ هتيجي تقول لي عباره عن السينك ها اوميجا على الاثنين، واضرب في ايه؟ في اي اس سالب
جي اوميجا وخمسة اللي هي مين؟ اللي هي دي. لو بصيت في الاخر هتلاقي ان الصورة دي هي الصورة دي، يبقى فعلا الكلام ده صح. انت جبت دي منين؟ هتيجي تقول لي انا بيقول لي جي تي ناقص تي نوت، قال لك هات الجي اوف اوميجا اللي هي بتاعت دي قبل ما يحصل لها شيفت، اهي جبتها منين؟ اهي يا باشا نزلتها، يبقى دي جي اوف اوميجا. وبعد كده ده الجزء اللي هيعمل تايم شيفت وعوضنا بيه، وده كان المسألة رقم ايه؟ رقم 7. عايزين دلوقتي بقى نشوف المسألة بتاعتي اللي هي ريكت كذا، الراجل عايز يحولها للسينك كذا، هنعمل فيها ايه؟ كل اللي انا هعرفه دلوقتي اني انا كده دلوقتي ده فريكوانسي، احنا قلنا فيه حاجة اسمها تايم اند فريكوانسي دواليتي. طب انا عندي ريكت هتتحول لسينك، تمام. طيب ايه القاعدة اللي انت هتشتغل عليها؟ هتيجي تقول لي ما انا عارف ان الريكت، انا عارف بقى دلوقتي ان انا لو جيت قلت ايه، لو انا جيت قلت لي في قاعده من الجدول، من الجدول هلاقي ايه؟ هلاقي ان انا لو عندي دبليو جدول لما تشوف على الباي في سينك دبليو، دي دبليو مش تي، في تي كده يبقى انا في التايم، بس السيجنال اللي عندي ايه؟ السيجنال اللي عندي كده في التايم، وانت في بالفعل عايز سينك في التايم. يعني لو خدت بالك ان انا ليه استخدمت القاعده دي؟ عشان انا عندي هنا اللي انا بتكلم عليه ان هو ايه؟ ان هو سينك في التايم. فكان بيقول لك ايه؟ بيقول لك الشكل ده بيديني ريكت اوميجا على الاتنين دبليو، اتفقنا؟ حلو قوي كده. طيب انت لما تيجي تقارن بقى، نقارن ايه بايه؟ انا دلوقتي عندي الحته دي بتاعت الاوميجا، يبقى انا معنى كده الشكل ده هو ده، فانا عايز ازاي اوصل ده للمنظر ده عشان نطلع ده؟ هنشوف بس دلوقتي. يبقى انا اخترت القاعده دي ليه؟ اخترت القاعده دي عشان انا عندي الحاجه اللي ناحيه الشمال اللي انا عاوز اجيب لها الفورير ترانسفورم بتاعها اللي ناحيه اليمين موجوده عندي في ايه؟ موجوده اوف اوميجا، فانا دورت في الجدول على ريكت اوميجا على ريكت اوف اوميجا. عشان كده ما يجيش واحد يقول لي طب ليه ما استخدمتش بتاعه تي دي اوميجا ولا تي اوميجا ودي اوميجا ولا تي اوميجا، فانا عايز اوصلها للمنظر ده. يعني اكني عايز اكتب، اكن القاعده دي مكتوبه، ما هو السهم ده يعني رايح جاي، يعني ايه؟ اكن القاعده دي ممكن نكتبها كده ريكت اوميجا على الاثنين دبليو، ونجيب منها ايه بقى ده؟ يعني اكنها كده، اكنها ايه؟ اكنها كده. حد زعل مني هيقول لي لا، بس ده اللي انا شايفه بقى دلوقتي ان ايه؟ ان ده قريبه اهي. بس اللي انا عايزه دلوقتي يا دكتور ايه بقى؟ انا عايز اشوف هي دلوقتي ال W بكام؟ نروح بقى عاوزين نخلي الشمال يظبط مع الشمال عشان نقدر نوصل لليمين ونثبته، تمام. طب انا عندي دلوقتي اللي مكتوب ريكت ناقص 10 على الاتنين باي، وانا عندي هنا اوميجا على الاتنين دبليو، طب اعمل ايه؟ ايه رايك دلوقتي ان انا بالمنظر ده، تعالى كده نكتب الحته اللي ناحيتي دي، بما ان المساله كانت بتقول لي ريكت، ريكت ايه؟ اوميجا ناقص 10 على الاتنين باي، تقريبا كده شكلها حلو وايه ويعجبك. حلو، هتقول لي اوميجا ناقص 10 دي الاوميجا حصل لها شيفت، لكن المقام عباره عن ايه؟ المقام هو ده ال 2 باي 2 دبليو، دي هي ال 2 باي. فواحد هيقول لي دكتور انا هقول لك حاجه، معنى كده ان الدبليو بتاعتك ممكن نخليها باي؟ اقول لك انت كده راجل محترم. طب هتعمل ايه؟ القاعده كانت بتقول لي، طبعا انا لسه ما عملتش تايم شيفت، انا كل اللي بعمله دلوقتي ايه؟ ان انا عندي ان انت القاعده دي هتطبقها، ان انا دلوقتي عايز اقارن الحتتين دول ببعض. يبقى انا عندي اكن ريكت دبليو اللي هي اوميجا على الاتنين دبليو هيها دلوقتي اللي بتساوي ايه؟ هي اللي بتساوي ريكت على اوميجا على الاتنين باي. طب ساعتها الفورير ترانسفورم بتاعها كان عبارة عن ايه؟ نروح رايحين للقاعدة بقى، قال لك دبليو على باي يعني باي على باي، سينك دبليو، الدبليو اللي هي باي تي. واحد هيقول لي ده بدات تحلو اهي، ازاي بدات تحلو؟ انا كل عينيا ببص على مين؟
ببص على اللي انا عايز اوصل له، بصيت لقيت ان ايه، بقت سينك باي على تي. يبقى المشكله في الترم ده مش مشكله ولا حاجه. خلي بالك انا كل اللي عملته ايه، عملت ان انا قارنت دي بدي، لكن انا شايف ان حصل ايه، ده في شيفت للاوميجا. طب الشيفت ده ايه بقى؟ اروح رايح يا باشا اطبق ايه، بتطبيق قاعده ايه، الفريكوانسي شيفت. قاعده الفريكوانسي شيفت هتقول لي ايه؟ قاعده الفريكوانسي شيفت قالت لي ان لو انا عندي جي اوف تي اي اس جي اوميجا نوت تي، هتديني مين؟ هتديني الفريكوانسي شيفت اهو، اوميجا ناقص اوميجا نوت. وهتقول لي طب ما احنا ممكن نعكسها برضو زي ما انت عملت. اقول لك الله ينور عليك. فانا كل اللي اعمله ايه دلوقتي، ان انا عندي لما كان في فريكوانسي شيفت بتضرب اللي في التايم في اي اس جي، يعني المنظر ده اكنه ايه، ممكن اكتبه كده اهو ولا تزعل، جي اوف تي في اي اس جي اوميجا نوت تي. طيب الجي اوف تي بقت عندي، ما هو دلوقتي ايه الريكت اوف اوميجا بتاع ده 2 دبليو، هي دي حصل لها شيفت بمقدار اوميجا نوت. طب الاوميجا نوت عندي بكام؟ هتقول لي لما اجي اقارن بقى دي بدي، حصل شيفت للاوميجا بمقدار قد ايه؟ بمقدار 10. يبقى اذا الاوميجا نوت بتساوي 10. طب ما تيجي نعوض، يبقى معنى كده ريكت، بص كده، ريكت اوميجا ناقص 10 على ال 2 باي، هيبقى بقى الفورير ترانسفورم بتاع، بيقول لك جي اوف تي. الجي اوف تي انهي؟ الجي اوف تي اللي انت ايه، اللي انت طلعتها الاولانيه قبل الشيفت، اللي هي سينك باي تي، تتضرب في مين؟ تتضرب في الاكسبوننشال اهو. مش احنا هنعمل، هنطبق بقى الفريكوانسي شيفت دلوقتي، اي اس جي اوميجا نود اللي هي بكام؟ ب 10 تي. مش القاعده دي هي دي يا باشا ولا مش هي؟ وكده يبقى هو ده المطلوب اثباته بالنسبه لك. قبل ما نبدا نحل المساله دي، عايز اعرفك حاجه. ايه هي الحاجه؟ ان المثلث التفاضل بتاعه يديك مربع، والمربع التفاضل بتاعه يديك ايه، الدراج اللي احنا بنقول عليه اللي هو الخط ده. يبقى احنا معنى كده ايه، المثلث تفاضله يديك مربع، المربع يديك العصيان دي. طب ما تيجي نشوف اللي انت بتقوله ده هيمشي ازاي. اول حاجه ان انا ازاي من الدلتا تي على تاو اللي بالمنظر ده اطلع منها الفوريير ترانسفورم اللي هو اصلا موجود في الجدول. يعني اصلا موجود في الجدول ايه؟ يبقى انا عايز اوصل، يبقى انا دلوقتي عايز اوصل للصوره دي، يبقى كني عايز اوصل، بس بتطبيق ايه؟ هو زنقني ان انا لازم اشتغل بايه؟ بطريقه التايم ديفرنشيشن، لكن مش ايه؟ مش انت تروح تهبشها لي من الجدول وخلاص. هي في الجدول مكتوبه تاو على 2 سينك سكوير، تمام كده؟ في اوف اوميجا تاو على 2، اتفقنا؟ فانا اللي انا عايز اعمله ايه بقى دلوقتي؟ عايز اشتغل بطريقه التايم ديفرنشيشن. عشان اشوف طريقه التايم ديفرنشيشن رحنا هنقول نجيب القاعده. القاعده بتاعتها اللي هي ايه؟ القاعده اللي هي بتقول لي تعالى بقى يا باشا كده نشوف انت بتقول ايه. اولا هنمسك دي كده ونعمل لها تفاضل، اللي هي المثلث ده كده اللي هو التراي، ونعمل له تفاضل. ده موجود من ناقص 3 على 2 ل 3 على 2. لو واحد بقى بتاع رياضه وعاوز يفاضل، عيش حياتك. لكن احنا بقى دلوقتي بنعمله بطريقه ايه؟ حلق حوش. ازاي حلق حوش يا باشا؟ انا دلوقتي عندي، لو انت عايز تعمل تفاضل بتجيب المعادله دي كده، ولما تجيب المعادله بتاعتها وتفاضلها مره هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك قيمه كونستانت. ما هو تفاضل اللاين هيديك ايه؟ كونستانت. حلو كده. طيب وتفاضل ده هتلاقي ميله سالب، هيديك كونستانت بس الناحيه الثانيه، هيديك كونستانت بس ايه الناحيه الثانيه. ده قيمته كام وده قيمته كام؟ ده 2 على تاو وده سالب 2 على تاو. واحد يقول لي طب معلش انا يعني تايه شويه، هقول لك حاجه، بص بقى معايا كده وما تتوهش عشان انا مش هعملها تاني. النقطه دي قيمتها قد ايه يا باشا؟ النقطه دي قيمتها 0 من ناحيه الاكس و1 من ناحيه الواي. طب النقطه دي هتساوي كام؟ هتبقى سالب تاو على 2 و0. حلو. طيب معادله الخط المستقيم، انا دلوقتي عشان اجيب لك معادله الخط المستقيم، يعني لو عرفت لو جبت لك دي، انت بقى هات الثانيه بقى براحتك، ده الميل العكسي. طيب معادله الخط المستقيم كانت بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان الواي بتساوي ام اكس زائد سي.
بحيث ان السي ده كونستانت والام دي ايه السالب اللي هو المين. هتيجي تقول لي ايه؟ هات النقطه الاولانيه وليكن هنسمي دي النقطه الاولانيه. انا دلوقتي ايه، انا بعمل لك مشكله مش بتاعتي، انا كل العمليه عايز اوصل لمعدل الخط المستقيم، دي براحتك اعملها باي طريقه، دي بتاعتك انت. لكن انا هقول عند النقطه الاولانيه ايه اللي بيجرى؟ الواي بتاعتي كانت بتساوي 1 والاكس كانت بتساوي 0، يبقى السي، يبقى انا عرفت كده السي بتساوي كام. هاجي اقول عند ات النقطه 2، عند النقطه 2 دي هعوض برضو الواي كان بكام؟ الواي بصفر، والاكس كانت بكام؟ الاكس كانت بسالب تاو على 2، يبقى معنى كده كانها تاو على 2 في الام، والسي انا جبتها من ده يعني زائد 1، يعني معنى كده ان دلوقتي هيبقى عندي ان الواحد بيساوي ام في تاو على 2، يبقى معنى كده ان الام بتساوي لي كام؟ الام بتساوي 2 على تاو، يعني معنى كده المعادله دي بتاعت الخط ده بس هتبقى عباره عن ايه؟ هتقول لي يبقى الواي، الواي دي اللي هي جي اوف تي بتاعتي، هتساوي لك مين؟ هتساوي الميل اللي هو الاثنين على تاو، تمام، في اكس اللي هي التي، ما هي الاكس ده كده يعتبر ايه؟ الاكس اكسس ده التايم، زائد 1. طب ما تيجي نفاضل ده مره، افاضل ده مره شكله هيبقى عامل ازاي؟ يبقى ده المشتقه بتاعته مره هتساوي كام؟ هتفاضل ده يبقى صفر، يبقى 2 على تاو، انت بتفاضل بالنسبه لمين؟ للتي، يبقى 2 على تاو، عشان كده قلت لك يبقى التفاضل بتاعك 2 على تاو. بنفس الطريقه لما تيجي تجيب معادله الخط ده هيديك ايه؟ سالب، يبقى دي عندنا كده عرفناها. لما اجي فاضل تاني بقى ايه اللي هيجرى؟ هيديك خطوط، خطوط ازاي؟ مش ده الخط ده طالع؟ المفروض ان ده طالع، فهيديك دراك قيمته كام؟ 2 على تاو. طيب وعندك هنا اول ما جيت هنا ده 2 فضل ماشي 2 على تاو، التفاضل الثابت صفر اهو صفر. ده لما يجي يتفاضل نزلت كم مقدار يا باشا؟ مع شايف انت نزلت من هنا لهنا نزلت كم مقدار؟ واحد هيقول لي ادي 2 تاو وادي 2 تاو، مش يجي يجمع لي يديها لي صفر، لا ادي 2 تاو وادي 2 تاو، يبقى معنى كده اكني جيت من فوق لحد تحت بكام؟ ب 4 تاو، ادي 4 تاو. حلو، طيب فضلت ماشي القيمه دي هتفضل صفر، طيب القيمه دي هتفضل صفر، طب بعد كده رجعت تاني، رجعت ايه؟ رجعت على الموجب، رجعت على الموجب يعني مقدار قد ايه؟ واحد هيجي يقول لي بمقدار 2 على تاو، يبقى ده كده التفاضل بتاعي، ده التفاضل اللي ايه؟ اللي انا وانت عارفينه، يبقى ده كده التفاضل، عملت تفاضل مرتين للسيجنال اللي اسمها جي اوف تي. يبقى انا عملت تفاضل مرتين ورسمته، طب حد يقدر يكتب لي ده بقى؟ هتقول لي اه دي عباره عن 3 دراك، يعني 3 دلتا. طب اكتبها لي يا عم، اكتب لي المعادله بتاعتها، يعني دلوقتي هيبقى التفاضل الثاني اكنه بيساوي ايه؟ واحد هيقول لي انا دلوقتي عباره عن الاولانيه دي وحصل لها شيفت بمقدار ايه؟ بمقدار تاو على 2 ناحيه السالب، يعني اقدر اكتبها 2 على تاو في دلتا تي زائد، الله ينور عليك، زائد ليه؟ عشان ايه الكلكعه والكلام زي كده هتبقى ناحيه الناقص، تمام، بعد كده ناقص، ناقص ايه؟ واحد هيجي يقول لي ادي اللي عند الصفر اللي هو قيمته كام؟ واحد هيجي يقول لي يبقى ده عباره عن الاربعه على التاو، تمام، مضروبه في مين؟ في دلتا تي من غير شيفت، حلو، واحد هيقول لي زائد، زائد ايه؟ هيجي يقول لي زائد 2 على تاو، تمام، في دلتا تي ناقص تاو على 2 عشان انا رحت ناحيه ايه؟ ناحيه اليمين. بكده انا عملت عمليه التفاضل المعتاده بتاعتي. طب ما نروح بقى نشوف القصه بتاعه الفورير ترانسفورم هتعمل معايا ايه. القصه بتاعه الفورير ترانسفورم يا حبيبي اللي هيجرى فيها كالتالي. ايه اللي هيجرى؟ ان انا عندي القاعده بتاعتي كانت بتقول لي ان التفاضل دي ان، نرجع بقى دي ان جي اوف دي تي ان هيبقى ايه ظروفها؟ قلت لي يبقى هتبقى عباره عن جي اوف اوميجا ان جي اوف اوميجا. حلو قوي. طيب الان عندي بكام؟ هيقول لي الان ب2، يعني معنى كده الفوريير ترانسفورم للتفاضل الثاني للجي اوف تي بتاعت مسالتي هيبقى عباره عن ايه؟ واحد هيقول لي ده كده تربيع، يعني هيبقى سالب اوميجا تربيع، تمام، في الجي اوف اوميجا، صح ولا انا غلطان؟ هيقول لي صح قوي، كلامك محترم. طب انا دلوقتي المعادله اللي انت كنت لسه كاتبها لي، انهي معادله؟ اللي هي المعادله دي يا باشا، اللي هي المعادله دي، مش هي دي اللي هيحصل لها عمليه الديفرنشيشن؟ اه، هتيجي تقول لي مش انت جبت لي كده التفاضل
فانت بتقول لي يبقى هو ده. طب تعالى بقى قول لي الفورير ترانسفورم بتاع الكلام ده ايه. ما انت بتقول لي هنا ايه، ان التفاضل الثاني هيبقى عباره عن مين، ان انت بتجيب لي الفورير ترانسفورم بتاع الايه، بتاع الداله نفسها. طب الفورير ترانسفورم بتاع الداله اللي قدامك هتبقى عباره عن ايه؟ هتقول لي دي كلها دلتات. طب ما انا عندي من ايه، من الجدول هتلاقي ان الدلتا تي ناقص تي نود هتبقى عباره عن ايه، اي اس سالب جي اوميجا تي نود. ده القاعده من الجدول، من الجدول، عشان ما تجيش تقول لي انا حافظها ولا. طيب يبقى انت هتعمل ايه؟ هتيجي تقول لي يبقى دلوقتي سالب اوميجا تربيع جي اوميجا. جبت الحته دي منين؟ جبت الحته دي يا باشا من هنا اهي. انا دلوقتي بدأت اطبق. هتساوي ايه بقى يا بابا؟ هتساوي اول خبطه، انت بتقول لي كل واحده فيهم هتبقى عباره عن اكسبوننشال. طيب انا معاك. هتيجي تقول لي يبقى الاولانيه اللي هي الدلتا تي ناقص تي نود هتقول لي بتساوي ايه؟ هتقول لي يبقى 2 على 2 على التاو في اي اس جي. ايوه انا معاك اهو، سامعك. اي اس جي طبعا بدل التايم هيبقى بالمنظر ده، هيبقى اوميجا. ايوه تاو على 2. واحد هيقول لي ليه تاو على 2 يا باشا؟ هي انت عملت شيفت بقد ايه؟ ارجعك هنا تاني. هو انت مش عملت شيفت هنا في اول واحده بتاو على 2 صح ولا غلط؟ يبقى وكانت بالسالب، فعشان كده انا عوضت اهي. طب تمام. بعد كده هتلاقي ان انا عملت، انا هعمل ايه؟ انت قلت لي اي اس سالب جي اوميجا تاو على 2. طب ما فيش عندي ايه، التي نوت في الثانيه دي بصفر، يبقى معنى كده كأن دي هتبقى سالب 4 على تاو. اخر واحده هتبقى دلوقتي كام؟ زائد 2 على تاو في اي اس سالب جي اوميجا تاو على 2 تعويض. طب يا باشا سيادتك دلوقتي لو بصيت على دي وبصيت على دي ممكن يعملها بايه؟ ممكن يعملها ويخليها 4 على تاو في كوزاين اوميجا تاو على 2، بحيث ان دي لما تتجمع مع دي تديك كوزاين اوميجا تاو على 2 ناقص 1، وخدنا عامل مشترك. اتفقنا؟ يعني المنظر ده عباره عن ايه؟ انا ممكن ارضى بكده، او لو كملت للمرجع بقى، لو رجعت لايه، للجدول بتاع حساب المثلثات، هتلاقي بتساوي كام؟ ممكن تكتب سالب 8 تاو ساين تربيع لمين؟ اوميجا تاو على 4. هل انا كده وفيت؟ هقول لك لا، ده انا عايز الجي اوف اوميجا لوحدها. فمعنى كده ان انا ايه، بعد ما انا عملت اللعبه دي كلها اقسم الطرفين على ايه؟ على سالب اوميجا تربيع. يبقى انا دلوقتي بعد ما عملت اللعبه دي يبقى انا هقسم الطرفين على ايه؟ على سالب اوميجا تربيع. فلما اقسم بقسمه الطرفين على سالب اوميجا تربيع هيجرى ايه؟ يبقى الجي اوف اوميجا بتاعتي هتساوي 8 على اوميجا سكوير تاو في مين؟ في ساين تربيع اوميجا تاو على 4. ولو بصيت هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان المنظر ده كده ممكن يتكتب بايه؟ ممكن يتكتب بطريقه ايه؟ السينك بقى. ما انا كل بلف وادور عشان ارجعك لايه، للصوره اللي هو عايزها، اللي هي الصوره اللي في الجدول. مش الصوره دي ممكن اكتبها بصوره تاو على 2 في ساين ساين تربيع. ما انا ممكن اكتبها كده ساين تربيع اوميجا تاو على 4 على اوميجا تاو على 4 برضو تربيع. هقول لك طب انا مش ممكن اكتبها كده، تبقى تاو على 2 ساين، ده تربيع وده تربيع، يعني ممكن اخلي التربيع بقى ايه، ليهم كلهم بره، على 4. اتفقنا؟ على اوميجا تاو على 4 والقوس كله تربيع. واحد هيجي يقول لي ما هي دي اكن دي الاكس، دي اكنها اكس ودي اكنها اكس، يعني معنى كده ساين اكس على ايه، على اكس. يعني ممكن اكتب دي ايه، ممكن اكتبها كده تبقى تاو على 2 سينك تربيع تمام اوميجا تاو على 4. ويبقى انا كده تمام قوي وصلت للصوره بتاعه الجدول، وطبقت طريقه ايه، طريقه الديفرنشيشن. وكفايه عليكم كده النهارده، لكن تخلي بالك ان الميد هيبقى لحد الحته اللي انا واقف عليها دي الاسبوع الجاي ان شاء الله في ميعادك. طبعا هتكون امتحنت الكويز، فانت بتسمع الكلام ده دلوقتي. تمام يا شباب، شدوا حيلكم عشان الماده عايزه مذاكره.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشوفكم الأسبوع الجاي بإذن الله، مع السلامة، توفيق.